فضلا عن دورها في القضاء على الفيروسات في الجسم ورفع المناعة وتسهيل حركة الأمعاء، وبالتالي بتعالج الإسهال وبتحسن عملية الهضم. الأمور دي كلها حاجة، والسبب الرئيسي وهي القضاء على جرثومة المعدة. خلطة النهاردة عبارة عن مجموعة أعشاب، 3 أنواع من الأعشاب بنلاقيها موجودة عند العطار، بتقضي تماما على جرثومة المعدة بالإضافة لرفع المناعة والقضاء على الفيروسات. ولأن زكاة العلم تبليغه، فبنبهك وبذكرك باللايك الجميل علشان تكون سبب في ان الفيديوهات توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي بتكون انت سبب في ان الناس تستفيد. اما الاشتراك في القناة بيكون دوره انه يوصلك الفيديو على صفحتك الرئيسية باليوتيوب بدون ما تبحث عننا. بننزل بفيديو جديد كل يوم بوصفات جديدة في الطب البديل والعلاج بالاعشاب، ولو عملت زر الجرس، لو فعلت زر الجرس هيوصلك تنبيه بمجرد ما ننزل فيديو جديد على القناة، وبالتالي ما يفوتكش اي فيديو بنحمله او اي وصفة بنحملها على قناتنا. اما بالنسبة لمكونات الوصفة بتاعت النهاردة، هي 15 جرام من ثمرة السدر، وزي ما ظهرت قدامنا كده على الصورة، وعشرة جرام من عشبة الدباغ، بتكون عاملة كده عصيان كده عاملة زي القرفة، ولكن طبعا اسمها عشبة الدباغ، بتكون موجودة عند العطار، بالإضافة إلى 10 جرام من نبات الخروب، وطبعا الخروب كلنا عارفينه. طريقة تحضير بقى وصفة النهاردة، وهي اننا بنجيب 15 جرام من ثمرة السدر، و10 جرام من عشبة الدباغ، و10 جرام من نبات الخروب، ويكونوا كلهم حمصين، ما يكونوش خضر، يكونوا حمصين، علشان هنجمع المكونات كلها في الكبة ونطحنهم لحد ما يكونوا بودرة ناعمة جدا، وناخد منهم 2 معلقة على كوباية مية، ونحط عليها مية سخنة. يعني هناخد 2 معلقة في كوباية مية زي ما بنعمل شاي عادي خالص، وكوباية مية سخنة بتغلي، ومعلقة عسل نحط. طبعا دور العسل هو للتحلية فقط، لو مش عايز تضيف عسل ما تضيفش، ولكن طبعا العسل فوائده كتير ما يضرش. الوصفة النهاردة زي ما قلنا بتقضي على جرثومة المعدة، بتحارب الفيروسات في الجسم، رافعة للمناعة، بتسهل حركة الأمعاء، ملين طبيعي ومفيدة جدا للهضم. وأشوفكم